سيادة الرئيس، يعني أذكر في هذا الصيف كان هناك دعوة من حضرتك لي في العالمين للفصائل في اجتماع عندنا في مصر في العالمين، و يعني للحديث بين الفصائل وتوحيد الصف وما إلى ذلك. أنا عايز أتكلم على توحيد القرار الفلسطيني، مش الصف الفلسطيني، القرار الفلسطيني. ويعني سمعنا أن عزام الأحمد أخذ تعليمات من حضرتك للاتصال بحماس. كيف هو الحوار؟ كيف هو الاتصال مع حماس؟ بس قبله كنت بدي أحكي عن شيء مهم. تفضل. وهو أنه دعينا إلى قمة عربية مؤخرا، قمة عربية لدعم جهودنا في وقف الحرب وما إلى ذلك. نعم. وعقدت قمة عربية إسلامية في الرياض. في الرياض. وأرسلت وفودا أو وفدا إسلاميا عربيا جاب العالم كله. وأقول لك مرتين. كيف مرتين؟ يعني راح لأمريكا مرتين، راح لأوروبا مرتين، ولا يزال يزور العالم. وماذا ينقل؟ ما نتكلم نحن فيه، آرائنا ومواقفنا في السعودية وفي مصر وفي الأردن وفي تركيا وفي دولة إسلامية أفريقية، وعدد يعني 6 7 دول كلها تجوب العالم. الآن ندخل على الحوار. قبل كده، قبل الحوار هسأل عن القمة، لكن الناس اللي في الشارع بتقول، والناس اللي في الغزة، طب يا جماعة ونتيجة ده إيه؟ ما زلنا نقصف، ما زلنا نقتل، ما زالت الآلة الإسرائيلية مستبدة وغاشمة. يقوموا بواجب، ما قلنا لك في بداية 7 أكتوبر، في بداية الأيام كان كل العالم ضدنا، وقفت دول العالم كلها لمدة أيام ضدنا، ثم بدأنا حملتنا واتصالاتنا. وفعلا أجريت اتصالات أولا مع رئيس وزراء بريطانيا، رئيس الوزراء البريطاني، ورئيس فرنسا، ورئيس كندا، ورئيس هولندا، ورئيسة وزراء إيطاليا، باختصار العالم كله. وبدأ ينقلب، وبديت تشوف المظاهرات. هي المظاهرات يعني بتطلع بدون ضد الحكومات كلها في كل العالم. الآن في لندن مظاهرة المليون اللي طلعت طبعا، ما مشاهد الدمار كمان كانت مؤلمة ومفزعة. هذا اللي شافوه، والحكومات أيدت هذا الكلام، لأنه فعلا ترى أن ما يجري كارثة لا يمكن أن يتحملها بشر. طب أعود للحوار الفلسطيني والذي حضرتك دعيت إليه في نعم. العالمين. نعم. يعني ماذا حدث منذ ذلك التوقيت؟ والآن ما هو الوضع؟ احنا مع الأسف الشديد دائما نسمع كلمة الحوار الفلسطيني، الحوار الفلسطيني، وكثير من أشقائنا ومن الدول، يا أخي الحوار، المصالحة، المصالحة الفلسطينية. طيب احنا جهودنا للمصالحة لم تتوقف إطلاقا. آخرها، آخرها العالمين. أنا دعيت كل الأمناء العامين كلهم إلى العالمين، ومصر يعني ما بدي أقول مشكورة، لأنه هذا دائما أدب مصر. فتحوا لنا العالمين وقالوا تفضلوا جيبوا اللي بدكم يا، إحنا أبوابنا مطاراتنا كلها مفتوحة. دعيتهم كلهم، اللي حضر حوالي 11 أو 12 تنظيم، على رأسهم حماس، واجتمعنا يومين متكاملين وتحدثنا. شو اللي بدك إياه يا سيد الرئيس من هالجلسة؟ قلت لهم أولا منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، في حد بيعترض عليه؟ أكيد لا. تنين، الشرعية الدولية وتطبيقها بالكامل. ثلاثة، أنا في ظرف لا يسمح لي بالمقاومة العسكرية، ولذلك المقاومة الشعبية السلمية. أربعة، أن نذهب في اليوم التالي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هذه مع الأسف لم يجمع المؤتمر على هذا. فأنا حتى ألم الموضوع سويت بيان، يعني جمعت الآراء كلها فيه، وقلت باتفاقنا معهم أنه نتابع الحوار بلجنة متابعة
من جميع الفصائل، من جميع الفصائل، اللي حضرته اللي ما حضرته. وليكن هذا الاجتماع، أنا بقولكم وين بعدين. بعد أسبوع اتصلت في مصر، تقبلوني قالوا فورا بالقاهرة فورا، هذا دأب مصر معنا. فبلغناهم انه الاجتماع في القاهرة، هذا ثاني يعني بعد أسبوع من العلمين. يلا يا شباب، يلا يا شباب، إلى يومنا هذا بجاوبونا، إلى يومنا هذا بجاوبونا وننتظر. طب شو بدي أسوي أنا؟ أنا عم بدعي الكل دون استثناء لوحدة وطنية، لوحدة القرار الفلسطيني. بدنا قرار وطني فلسطيني. وعلى إيش؟ المنظمة التحرير اللي احنا متفقين فيها من زمان، كله دخل المنظمة كممثل شرعي وحيد، والكل بيحكي بالشرعية الدولية، لأنه هذه أخذنا فيها قرارات في المجالس الوطنية، أخذنا فيها قرارات إنه الالتزام بالشرعية الدولية. وبالتالي بقدرش أدخل واحد يقول لي أنا ضد الشرعية الدولية. وبعدين المقاومة الشعبية السلمية، وبعدين ندعو إلى الحل السياسي في الدي أفتر وفي اليوم التالي.